الأردن الشقيق مباشرة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي علان شحادة، صحفي رياضي في جريدة الأيام. أسعد الله صباحك بكل الخير والنشاط والحيوية. يعني صباحكم فل جميعا، ولك ولكل المتابعين والمشاهدين في هذا الصباح الجميل الذي نأمل أن يحمل معه كل بشر الخير لهذا الشعب. آمين. ما زال يعاني. آمين آمين، كل الخير والتفاؤل بإذنه تعالى رغم الصعوبات. سنذهب لنتحدث عن المنتخب الأولمبي الذي يعتبر هذا المنتخب نواة فلسطين من أجل الاعتماد عليه للتحضيرات للبطولات العربية والقارية والعالمية القادمة. فعليا مدى الرضا عن هذا المنتخب بعد لقائه مع الأولمبي الأردني بافتتاح أو ما بعد إعادة تأهيل ملعب بلاه في منطقة الخضر ببيت لحم؟ يعني بداية صباح الخير يعني لتغيير الفكرة أو تصحيح الفكرة التي تحدثت بها، هو إعادة تسمية استاد الخضر استاد بليه. نعم. يعني الملعب قائم وجهز الحكومة البرتغالية من عام 2007 عندما تم افتتاحه، وبالتالي إعادة التسمية وليس يعني إعادة افتتاح ملعب. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد يعني أن المباراة يعني جاءت ودية تحاببية في إطار يعني إعادة تسمية الملعب، لأن سمو الأمير علي بن حسين كان حاضر، وأيضا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي هانا بريدة، وأيضا رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة الثاني. وبالتالي إذا نظرنا إلى الفريقين فأعتقد بأن الفريقين المنتخبين كما أكد لنا الجانبان الفلسطيني يقول لدي 8 من اللاعبين الأساسيين لم يحضروا إلى التشكيلة بسبب 5 من قطاع غزة بسبب الحصار والحرب التي كانت جارية، وأيضا 3 من الشتات. بالمقابل الأردن كما أكدوا قال هناك 11 لاعبا ملتزمون بأنديتهم في بطولة الدرة، وبالتالي لم يتمكنوا من الحضور. رغم كل ذلك يمكن أن نفصل المباراة كما هي شوطين. الشوط الأول يعني بدأه الأردن بقوة حقيقة الأمر، وكان صاحب المبادرة والضغط في ظل يعني تخبط منتخبنا الأولمبي، يعني لم يكن منظما في بداية الأمر، لكن أنا أقول سرعان ما تغير الحال بعد دقيقة تقريبا 28 أو 30 عندما بادر المنتخب الأولمبي الفلسطيني يعني بالدخول في أجواء المباراة. كان هناك اهتزاز ما هي أستاذ عدنان، يعني ما هي بعض الأخطاء القاتلة التي بصراحة الكثير تحدث عنها، مثلا كالهدف الأول للمنتخب الأردني بسبب قد يكون خطأ بسيط من قبل أحد المدافعين، وبذا يعني ضاعت الفرصة على المنتخب الفلسطيني. فعليا ما هي الأخطاء القاتلة التي راقبتموها من خلال هذا اللقاء؟ أنا كما تحدثت معك يعني بقول لك أن المنتخب كان متخبط، وبالتالي عندما نقول متخبط إذا الفريق ليس لديه شخصية داخل الملعب من حيث التكتيك، من حيث الانضباط، من حيث الحارس كان مهتزاً كثيراً، المنطقة الدفاعية كانت مشرعة، الوسط كان فارغاً، انعدام الفعالية الهجومية، وبالتالي لم يكن هناك يعني التعاون ما بين الخطوط الثلاثة، وبالتالي هنا سمح للجانب الأردني الذي كان أفضل حال في حقيقة الأمر يعني بقيادة سيف الدين البشابشة وأيضا عارف محمد وسيف الدين درويش صاحب الهدف الأول يعني قبل أن يكون هناك تغييرات. وأنا نقول ما بعد الدقيقة 30 تحرر لاعبو المنتخب الأولمبي وبدأوا ب يعني بمبادرة وتنظيم الهجمات، لكن ليس بالشكل المطلوب، هذا في الشوط الأول. لكن الشوط الثاني تغير الحال عندما أحدث تغييرات المدرب إيهاب أبو جزر، حيث إدخال يحيى بوفارة ويعني يوسف موسى وأسامة خطاب، وبالتالي هنا تغيرت المنظومة بشكل عام في المنتخب الأولمبي، وأصبح هو المبادر ومحاصر المنتخب الأردني في منتصف الملعب، وتمكن يعني رغم أن المنتخب الأردني يعني أنا الشوط الأول هدفين، إلا أن الشوط الثاني يعني تمكن منتخبنا من
تغيير النمط، الدخول في أجواء المباراة، عملية الانضباط، عملية يعني تطبيق ما جرى خلال الشوطين، خلال التغييرات كان واضح، وبالتالي هو تمكن من الوصول إلى منطقة الصندوق وتمكن من تقليص الفرق وقاب قوسين أو أكثر من إحراز عدد التعادل. لكن أنا بقول أن المنتخب الأولمبي يعني لم يظهر حقيقة بالصورة التي كنا نعول عليها كثيرا، ولكن ربما هل هي ظروف، هل هي أجواء مباراة ودية؟ أعتقد هناك استحقاقات للمنتخب الأولمبي، وبالتالي يجب إعادة الاعتبار، لأن بحقيقة الأمر حراسة المرمى كانت ممتازة كثيرا. وهذا ما كنت سأسأل وأستفسر حوله سيد عنان بخصوص حراسة المرمى للمنتخب، هل تعتقد أننا فعلا نعاني من حراسة المرمى، وما هي الاقتراحات للنهوض بمستوى الحراسة فعليا؟ مش قضية الاقتراحات ست العزيزة، يعني أعتقد يجب أن يكون هناك تعاون بين المنظومة الرياضية بشكل عام، من خلال الأندية، من خلال يعني الكشف عن يعني لاعبين جدد. وبالتالي انا بقول يعني لو كانت الامور الشوط يعني الهدف الاول لم يكن في الحسبان، يعني خروج خاطئ، عدم التعاون مع المدافعين، المدافعين لم يرتقوا، المدافعين يعني كانوا شويه مهتزين، وبالتالي يعني باريحيه براسه وضع الكره. وبالتالي انا بقول علينا ان نعمل كثيرا من اجل عمليه انتقال لاعبين، وايضا من اجل عمليه خلق مواهب وإبداعية أخرى. ولكن نقول يعني مباراة لا يمكن أن نحكم على منتخب أولمبي من خلال هذه المباراة، لأن أعتقدها مباراة ودية يعني لم تحمل معها الطابع ربما التنافسي على شيء، ولكن الأهم وكان هو الحدث الرياضي الذي جمع أصحاب القامات والعمات الرياضية العربية في استاد الخضر، اللي تم إعادة إلى استاد بلي. وبالتالي أنا بقول يعني المستقبل مازال ينتظر، ولكن علينا ألا نقول خيرة في خيرة، يجب أن نضع النقاط على الحروف، لأن القادم لدينا استحقاقات، وبالتالي ربما النقص الذي حدث في المنتخب الأولمبي من خلال يعني نبراس وغيرهم من قطاع غزة ربما أثروا على الواقع، ولكن علينا أن نتسلى بدكة احتياط أيضا تكون ناجعة لأن تكون تواكب هذا المنتخب. إجمالا نحن نأمل أن تكون اللقاءات القادمة في مختلف الميادين الكروية مثمرة بإذنه تعالى، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار ببعض ربما الأخطاء التي ارتكبت حتى يتم تلاشيها وتفاديها في اللقاءات القادمة. الأستاذ عنان شحادة صحفي رياضي في جريدة الأيام، أشكرك جزيل الشكر من بيت لحم على هذه المداخلة والتوضيح.